هذا البرنامج برعاية اهلا بحضراتكم في فقرتنا الاخيره واللي خصصناها ايضا للحديث عن الاسماك الاكثر شهره وتداولا في اعياد الربيع وشم النسيم الرنجه والفسيخ. مهما اتكلمنا وحذرنا الناس من استخدام الاسماك دي او تناولها هم برضو ما بيسمعوش يعني النصيحه، لان كلنا بنشوف انه التناول ولو قدر قليل ده ممكن يساعدنا. على الاقل النهارده هنستعرض بعض المشاكل الصحيه اللي ممكن تنتج عندها، خاصه لمرضى الضغط، يعني مرضى القلب وغيره اللي ممكن يأيسوا وياكلوا برضو هذه النوعية. وهنتكلم لا قدر الله لو في أي حالات تسمم ازاي نتعرف عليها ونلحقها بدري قبل ما يعني يحصل مشاكل أكتر من ده، ونساعد ربات البيوت على عمل الفسيخ منزليا بطريقة سهلة. معنا الحديث عن هذه الأمور دكتور خالد شوقي أستاذ صحة الأغذية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية. أهلا بحضرتك دكتور خالد. خلينا نتكلم عن يعني مخاطر تداول الاسماك المملحه دي، خاصه بالنسبه للناس معظمنا دلوقتي بقى عنده ضغط كوليسترول، وبكل اسف يعني الموضوع ده منتشر جدا في مصر، فنتكلم برضو وننبه الناس لمخاطر تناول الاسماك المملحه. مصر الزراعيه اعياد الربيع واعياد كل سنه وحضرتك طيب. شكرا. بالنسبه للاسماك المملحه، طبعا احنا حذرنا مرارا وتكرارا قبل كده وبرامج عديده في جهات القابيه عديده اخرى حذرت من تناول الاسماك المملحه. طبعا لما لها من مخاطر على الصحه العامه، وفي نفس الوقت المشاكل العديده اللي بتسببها بالنسبه للمستهلك. ودي طبعا حديثي ولا حرج، وعندنا اسباب كثيره جدا ممكن نسردها. طبعا ده بجانب ان في فئات معينه في المجتمع المفروض انها لا تتناول ابدا الاسماك المملحه، زي الاشخاص اللي عندهم اصابه بتفاضل الدم او امراض القلب والشرايين او اصابات في الكلى او قرحه المعده. طيب. او السيدات الحوامل. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ونستعرض الشرايح دي، بس ما احنا عندنا تقرير نعرضه ونرجع نتكلم تفصيليا عن الشرايح الممنوع عليها تناول الاسماك المملحه منعا باتا علشان نحافظ على صحتها، ونستكمل حوارنا بعد هذا التقرير. عاداتنا وتقاليدنا لازم كل شم نسيم ناكل كده. الناس بتبقى لها وحشه كده، بتبقى لها يعني من زمان ما الواحد ما اكلهاش، وبتبقى زي فسحه كده الناحل بياكلها. تعودوا على كده يعني، تعودوا انهم ياكلوا فسيخ ورنجه. كل واحد حر في رايه، انا ما بحبش عشان احنا تعودنا على كده وطلعنا لقينا اهلنا بياكلوا كده. اي عاده حضرتك تعودنا عليها، و يعني عاده المصريين انت عارف العادات والتقاليد بتاعتنا. هي عادة فرعونية قديمة والناس اتعودت عليها. صحينا لينا أبائنا وأجدادنا وكله ماشي على نفس النظام. اتعودوا على كده أصلاً. اتعودوا على كده، هي حاجات من أيام القدماء المصريين وتعودوا عليها. اتعودوا على كده. طلعنا على كده وكبرنا على كده، فتعودنا طبعاً. يعني بتفتح النفس للأكل بصراحة، الناس بتاكل فيها يعني. يعني احنا اتعودنا احنا كده في رمضان بناكل الكنافه والبسبوسه والاكل الكتير، بيحبوا ياكلوا كتير، يقول لك احنا صايمين في رمضان. فهم برضو لازم برضو ياكلوا الفسيخ وسردين ونفسهم فيه كله ياكلوه. طبعا مش كل عاداتنا المتوارثه عادات جيده، يعني في كتير من عاداتنا المصريه محتاجه اعاده نظر، خاصه بعض العادات الغذائيه ومنها تناول الاسماك المملحه. كنا بنتكلم مع دكتور خالد شوقي عن موضوع الفئات اللي محظور عليها تناول الاسماك المملحه تماما ومخاطرها بوجه عام. اتفضل يا دكتور.
طبعا في فئات محظوره عليها تناول الاسماك المملحه نهائيا، زي الاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، او الاشخاص اللي بيعانوا اي امراض بالنسبه للقلب او تصلب الشرايين، او بالنسبه للاشخاص اللي عندهم اصابات او امراض في الكلى او قرحه في المعده، السيدات الحوامل، الاطفال ما دون سن الثالثه. دي كلها فئات تعتبر ممنوعه منعا باتا من تناول الاسماك المملحه بصفه عامه. تمام. بالنسبه بقى لمخاطرها علينا حتى واحنا لو ناس ما بتعانيش من اي امراض، برضو في مخاطر بتنتج عن هذه الاسماك؟ اكيد طبعا. يعني طبعا المخاطر مخاطر عديده، لكن اهمها عدم اتباع الاشتراطات الصحيه اثناء عمليه التصنيع، ودي طبعا بتنحصر في نقاط عديده. لو نمسك مثلا عمليه تمليح الاسماك، من المفترض ان كميه الملح المطلوبه لتمليح الاسماك بتتراوح من 25 ل 35% من وزن السمك. بمعنى ان انا لو عندي 10 كيلو سمك عايز املحهم، بحتاج لهم في المتوسط حوالي عن 3 كيلو ملح. طيب لو كميه الملح قلت عن كده في الاستخدام، يعني معنى كده ان البكتيريا اللي موجوده هتنمو وتنشط، وممكن يكون في منها انواع بتفرز سموم بكتيريه، وبالتالي هتسبب مخاطر على صحه المستهلك. طب لو كميه الملح زادت عن الكميه المقرره، ده هيؤدي الى منتج الملوحه بتاعته عاليه، فده هيؤدي الى احتباس السوائل في الجسم، وبالتالي ارتفاع في ضغط الدم. علاوه على كده ان ممكن تكون الاملاح، الملح المستخدم يكون ملوث. يعني عندنا الاملاح اللي بتستخرج من الصرف الصناعي والصرف الزراعي والمزارع السمكيه، دي بيسموها ملح السياحات. وملح السياحات ده ملح معذور استخدامه وغير صالح للاستهلاك الادمي. الملح ده لو استخدم بيسبب مخاطر على صحه المستهلك، نظرا لان هو بيبقى فيه بقايا مبيدات حشريه، وبيبقى فيه بقايا معادن ثقيله زي الزريخ، زي الزئبق، زي الرصاص. كل دي بتسبب مشاكل صحيه بالنسبه للمستهلك. طبعا ممكن في المنزل عادي سيدة ربة المنزل ممكن تفرق بين ملح السياحات وبين الملح الطبيعي العادي بتاعنا. طبعا الملح الطبيعي بيبقى لونه ابيض ناصع البياض، ملح السياحات بيبقى لونه اصفر او مايل للون الرمادي. الملح السياحات بتبقى نسبة الرطوبة فيه عالية جدا، وبالتالي بيتميق بسرعة. انما بالنسبه للملح الطبيعي او ملح الاستهلاك بتاعنا العادي، بتبقى نسبه الرطوبه فيه منخفضه جدا. لو انا حطيت شويه نشا على ملح ولونه تحول للون الازرق او تلون باللون الازرق، ده بيعتبر ملح سياحات. لكن الملح العادي، الملح الطعام بتاعنا ده، ما بيتغيرش لونه باستخدام النشا. اضافه الى كده بقى، ان ممكن في ناس من ضعاف النفوس بيستخدم اسماك فاسده في عمليه تصنيع الاسماك المملحه. يقول هي كده ولا كده مش هتبان، لانها مش هتبان نتيجه لاضافه الملح. لكن دي بتنعكس على صحه المستهلك، لان الاسماك الفاسده دي ممكن يكون فيها انواع من البكتيريا. الانواع دي بتبقى بكتيريا لا هوائيه، بتفرز انواع معينه من السموم. السموم دي لا قدر الله بتبقى قاتله بالنسبه للمستهلك. والمستهلك لو شعر باي اعراض نتيجه للاصابه واعراض خاصه بهذه السموم، لازم يتوجه فورا لاقرب مستشفى عشان ياخد العلاج المطلوب. خلينا نوضح للناس الاعراض اللي ممكن لا قدر الله تحصل لو حصل تسمم او كان في يعني فساد في الاسماك اللي بيتناولها. الاعراض هي بتبدا الاعراض بعد تناول الاسماك الملوثه بحوالي 8 ل 12 ساعه، وممكن تمتد ل 24 ساعه. ده بتعتمد على مناعه الشخص نفسه، بتعتمد على العمر، بتعتمد على الحالة الصحية. المهم ان الاعراض بتبدأ بازدواجية في الرؤية، وتهدل في الجفون، وزغللة في العين، وبعدين جفاف في الحلق، وصعوبة في البلع، يعقبها صعوبة في التنفس، ويحصل شلل في عضلات التنفس، وتحصل من هنا الاختناق، لان الشخص مش قادر ياخد، مش قادر يتنفس التنفس الطبيعي. وبالتالي ده لازم يعني نلحقه في اول ما تظهر بدايه اعراض، لازم يتوجه لاقرب مستشفى عشان ياخد العلاج المطلوب. وبتبقى امصال اعتقد انها بتبقى غاليه. بتبقى امصال يعني، بس بتوفرها الدوله. امصال وبتوفرها الدوله في المستشفيات. اضافه لكده ان السمك الفاسد ده بيبقى بيحصل عمليه تحلل للنسيج بتاعه.
ونتيجه لعمليه التحلل بتنتج عني عندي امينات حيويه. امينات حيويه دي بتبقى ضاره على الجسم زي الهيستامين. ده بيسبب برضو تسمم غذائي، بيسبب حساسيه عاليه جدا بالنسبه للاشخاص، وبيسبب ارتفاع في ضغط الدم. طيب احنا يعني لو حضرتك اديتنا نصايح واحنا بنشتري السمك ده، ازاي نحاول نتجنب السمك الفاسد او السمك اللي مش كويس، ونشتري الحاجه اللي ما تعملش مشاكل بقدر الامكان، لان انا عارفه ان برضو عدد كبير من المصريين زي كل سنه بحكم العاده هيشتري اسماك الملح. هو طبعا بالنسبه للنصايح اللي المطلوبه عشان اختيار السمك نفسه، اعتقد في صور حضرتك كنت جايبها لنا يعني لاستعراضها ونعرف منها برضو الاسماك. ايوه اتفضل. بالنسبه للاسماك المملحه وخاصه سمك الفسيخ اللي بيستخدم يعني او الاكثر شيوعا في الاستخدام، المفروض ان السمكه بيبقى مغلف تغليف جيد على اسم الشركه المنتجه، عليه تاريخ انتاج وانتهاء صلاحيه. كده طبعا انا ببقى مطمن ان المكان ده اللي انتج السمك عليه رقابه صحي، او في نفس الوقت مكان موثوق فيه. السمك بيبقى لونه من الخارج ابيض، او لو انضاف عليه بعض الاضافات زي الشطه والكركم والكلام ده بيتحول لونه للون الاصفر الخفيف، وده بيعتبر برضو سمك طبيعي. السمك بيبقى متماسك النسيج، ما تبقاش متهدله، نسيجها متماسك، الجلد بيبقى طبيعي، مفيش اي تشققات موجوده في الجلد او تسلخات موجوده في الجلد او تجاعيد موجوده في الجلد او تشققات. لون اللحم بيبقى لونه احمر وردي، اللحم متماسك، دي بتعتبر مواصفات الفسيخ الجيد. على عكسها طبعا بقى الفسيخ الفاسد، ان انا الاقي السمكه متهدله، القوام بتاعها غير متماسك، في تسلخات موجوده على الجلد، في شقوق موجوده في الجلد، في انتفاخ بالنسبه للسمك، السمكه بتبقى منفوخه نتيجه للنشاط البكتيري. السمك بيبقى الجلد من بره لونه ممكن يتحول للون الازرق او اللون الاسود او اللون الرمادي، غير اللون الابيض الطبيعي بتاع السمك او اللون الاصفر الخفيف. بلاقي برضو اللحوم بتبقى متفتته ومتهتكه بالنسبه للاسماك الفاسده. لو انا مثلا ابسط حاجه، لو جبت الاسماك السمكه وحطيتها في وعاء فيه ميه، السمك الصالح هيحصل له ترسيب في القاع، السمك الفاسد هيبقى طافي على السطح. ودي تعتبر يعني هي اقل تجربه الواحد يقدر يعملها عشان يقدر يفرق يعني. يقدر يفرق بين السمك. لكن حضرتك بتنصح ان احنا ما نشتريش يعني سمك يعني كده بيلفه لنا في حاجه بالكيلو، لا احنا ممكن نشتري بقى السمك اللي هو معبأ ده فعلا، حتى لو بقى في محلول معبأ في اكياس كده في سوبر ماركت او غيره، علشان يعني مفرغ من الهواء وعليه تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء صلاحيه وعليه اسم الشركه. طب حضرتك تشرح لنا كده يعني بعض الصور على الشاشه والفروقات ما بينها، احنا ممكن نجيبه على الشاشه الكبيره علشان حضرتك تقدر تشوف تشوفها كويس. اتفضل. ده مثلا بيوضح كيفيه ان انا ازاي انا اصنع فسيخ مثلا، وايه نوعيه السمك اللي المفروض ان انا استخدمه. يعني ده في حاله بقى ان احنا هنصنعه في البيت عشان نضمن ان هو يكون كويس. هنصنعه في البيت عشان يكون كويس. ده سمك طازج، المفروض ان زي ما احنا شايفين كده لونه الخياشيم احمر وردي. السمكه زي ما احنا شايفينها جسمها متماسك، اللحم بتاعها متماسك، القشور بتاعتها متماسكه تماسك متين مع الجلد. العين بتاع السمكه بتبقى براقه، ما عليهاش اي غشاوه، القرنيه بتبقى شفافه. دي كلها بتبقى اشتراطات اللي بيها انا اقدر اعرف ان السمك ده فعلا سمك طازج ويصلح لعمليه التصنيع. طبعا اول حاجه بنعملها ان احنا بنجيب السمك ونعمل له عمليه غسيل كامل، وغسيل الخياشيم تاخد لها بتستغرق من حوالي عن 5 دقائق، على اساس ان انا بحول الخياشيم للون الابيض، يعني بشيل كل اللون الاحمر اللي موجود في الخياشيم. بعد كده بعمل عمليه تجفيف للسمك، وتجفيف السمك بيتم في خلال 24 ساعه. السمك بيبقى موجود يا اما يكون عن طريق مصدر هواء بارد، وبغطي السمك عشان اي تلوث ما يحصلش، وببتدي اقلب السمك على جانبيه كل ساعه،
بحيث ان يحصل جفاف كامل بالنسبه لسطح السمكه. والصوره اللي يمكن شفناها قبل كده ان انا بجيب السمكه بعد كده وبحطها بحيث ان تبقى راسها الاسفل وزلها الاعلى، على اساس ان اي بقايا بتبتدي تنزل من الخياشيم على اساس ان يكون في عندي تجفيف جيد. بعد عمليه التجفيف ببتدي احط ملح واملى بيه الخياشيم بحيث ان الخياشيم ما تقدرش تقفل، يعني تفضل مفتوحه. وبعدين بحط ملح تحت السمك وفوق السمك وعلى جانبي، وبلف السمك في كيس. ويفضل ان انا طبعا بحاول اعمل تفريغ للهواء من داخل الكيس، وبعدين بلفها يمكن في حوالي 6 أو 7 اكياس اخرى، وبكده انا بحفظها لمده 3 لـ4 أسابيع. بعدها السمك بيبقى جاهز للاستهلاك. ما افتحش عليها، ما عملش بقى اي اجراءات خالص، عليها خالص. انا بسيبها 3 أسابيع لشهر، بحيث ان السمك بيبتدي ياخد مرحله النضج بتاعه، وفي الاخر بيبقى سمك ممتاز. وحتى انا ضمنه وضامن ان السمك ده غير ملوث والمصدر بتاعه الاساسي. طيب. طبعا في 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 بقى يعني 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 هنقول مثلا الشعب المصري لازم هياكل فسيخ. صحيح. فطيب يعني الظروف دي ياكلوه ازاي؟ المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان ان الفسيخ لازم عشان اجيبه زي ما قلت لحضرتك يكون من مصدر موثوق فيه. تاني حاجه، المفروض ان الفسيخ ده بحطه في الفريزر بتاع الثلاجه لمده 48 ساعه. يعني لما اجيبه اول ما اشتريه احطه احطه في الفريزر لمده 48 ساعه. تمام. ده بيقضي على الطفيليات اللي موجوده في النسيج ده لو وجدت. يبقى انا كده استبعدت الطفيليات. بعد كده بحط عليه خل وليمون واحطه في الثلاجه لمده 24 ساعه. كده انا بقضي على البكتيريا، التلوث البكتيري اللي موجود. يبقى انا كده برضو ايه ضمنت ان مفيش تلوث بكتيري. بعد كده بتبتدي استهلاك الفسيخ. طبعا بينصح ان الكميه ما تكونش كتير، يعني الاستهلاك يكون في حدود من 100 ل 150 جرام. ده على اقصى تقدير. طبعا لازم يكون مصاحب للفسيخ خضروات زي الجزر، زي الخس، زي الفجل، زي البصل الاخضر. دي كلها بتبقى خضروات غنيه بالفيتامينات، وخاصه فيتامين الف وجيم اللي هو بيحسن من مناعه الجسم، وفي نفس الوقت بتبقى غنيه بعنصر البوتاسيوم اللي بيعادل الصوديوم اللي موجود في الملح. فانا مبدئيا علشان ابقى مطمنه ما ينفعش بقى ان انا اشتري الفسيخ في ليلتها، ليله شم النسيم اروح جايبه الفسيخ، انا اجيبه قبلها بيومين ثلاثه، قبلها بثلاث ايام علشان اقدر ان انا اقدر اجمده يومين واطلعه انضفه، وهو متنضف احطه في الملح والخل، في الخل والليمون، عفوا في الخل والليمون، في الخل والليمون، واسيبه 24 ساعه. طيب حضرتك بتقول مع الاكل لازم يكون معاه بقى كل الخضار الممكن اللي ممكن يعني يعادل الصوديوم. ايوه، يعادل عنصر الصوديوم اللي موجود في الملح عشان ما يحصلش احتباس للسوائل، لان احتباس للسوائل هيرفع ضغط الدم، وبالتالي لما عنصر الصوديوم بيعادل العنصر البوتاسيوم بيعادل الصوديوم، هنا بتبقى المشكله قلت او قدرت اتجاوز المشكله. برضو بينصح ان هو ممكن يتاكل معاها فواكه زي الموز، زي البرتقال او الموالح بجميع انواعها. دي برضو بتبقى غنيه بعنصر البوتاسيوم اللي ليه الفعل زي اللي احنا قلنا عليه قبل كده. طبعا دي حاجات ايه المفروض انها بتتم مع الاستهلاك نفسه بتاع الفسيخ. طيب احنا ممكن دايما بنطلع ممكن يكون اكتر من حاجتنا، بيتفضل فسيخ، الفسيخ المتبقي ده نخزنه في الفريزر تاني بالملح بالخل والليمون اللي فيه، ولا نعمل فيه ايه؟ ممكن يتلف، ممكن يتحط في الفريزر تاني طالما ما حصلوش تلوث، طالما هو في خل وليمون، طالما في خل وليمون كده انا ضمنت ان البكتيريا اللي فيه يعني تعتبر بقدر الامكان قلت او مفيش بكتيريا ضاره. في نفس الوقت انا ممكن احفظه في الفريزر، لان الفريزر حفظه في الفريزر مش هيزود، يعني حتى لو في بكتيريا مش هيزيد عددها، هيقف بل بالعكس ممكن يقل. فاحطه برضه في برطمان ازاز مثلا او في علبه في الثلاجه في الفريزر، في اي كونتينر او في كيس والفه كويس واحطه في الفريزر. دي ما
ده الحل يعني. طيب بالنسبه للرنجه في برضو اشتراطات معينه، لان هل احنا الافضل ان احنا ناكلها مدخنه؟ في ناس بتعديها على النار كده على البوتاجاز، في ناس بتحطها في ميه سخنه، في ناس بتقشرها عادي من غير ده او ده. والله بالنسبه للرنجه تعتبر اخف الاسماك المملحه، على اساس ان الرنجه بيبقى نسبه الملح فيها اقل، بتبقى معرضه للتدخين، والتدخين ده برضو بيقضي على البكتيريا والطفيليات، وفي نفس الوقت لما بنيجي نستهلكها في المنازل بنعرضها للهب، وبالتالي برضو بيأثر على اذا كان في اي تلوث بكتيري موجود على السطح بيقضي عليه نهائي. بس برضو لما باجي استخدم الرنجه المفروض ان انا بجيب الرنجه اللي هي معلبه او مغلفه عليها تاريخ وانتاج والصلاحيه، عليها الشركه المنتجه، اسم الشركه المنتجه. بختار الرنجه اللي هي لونها ذهبي اصفر ذهبي، الرنجه اللي لونها بني دي بتعتبر غير صالحه، ابعد عنها تماما. الرنجه المفروض الصالحه الجيده بيبقى لونها اصفر ذهبي. هل في يعني نصايح علشان نتخلص من رائحه بقى الفسيخ والرنجه دي ممكن نعملها؟ والله هو يعني في ناس كتيره بتستخدم الليمون على اساس ان هو الليمون برضو بيتفاعل وبيضيع كل الروائح اللي موجوده بتاعت اللي بتتبقى في الايدي بالنسبه للفسيخ، لكن هنعمل ايه، دي عادات الشعب المصري. صحيح. صحيح. طيب يعني ايه المأكولات بقى الممنوعات ان احنا ناكلها مع الفسيخ والرنج، او اللي ما فيش داعي يعني المفروض نبعد عنها عشان ما نزودش المشاكل؟ طبعا اي حاجه بتحتوي على نسبه ملح اضافي مفروض باكلهاش. يعني مثلا مش هجيب مثلا اكل فسيخ مع سردين مع رنجه كده، انا ايه يعني بزود لازم طبعا الكرم بقى يحب زياده، يعني دايما بتبقى الانواع مختلفه موجوده عشان يبقى فيه كرم زياده. لا المفروض هنا، لا المفروض يعني هي قطعه واحده 100-150 جرام تكفي جدا. هو الواحد نفسه في الفسيخ بياكل فسيخ، بس بياكل في الحدود اللي هي ما تسببلوش مشاكل صحيه بعد كده، هي دي ده الاساس. يعني بالنسبه بقى الناس ممكن تجيب مياه غازيه، ممكن يعني هل في مشروبات مناسبه ومشروبات غير مناسبه برضه يا دكتور؟ والله شوفي حضرتك كل العصائر ممتازه، شرب الميه بكميه كبيره جدا بعد الاكل ممتازه، لانها بتخلص الجسم من بقيه الاملاح. شرب الكركديه او اكل البقدونس ممتاز جدا لانه مدر للبول، وبالتالي بيتخلص الجسم من الاملاح الزايده. هي كل الفكره ان انا عايز اخلص الجسم من عنصر الصوديوم الزياده اللي موجود، وبالتالي ليه؟ لان هو ده في وجوده هيرفع لي الضغط، هيحبس السوائل ويرفع الضغط، ومع ارتفاع الضغط مشاكل بقى للي عنده ضغط، للي عنده امراض قلب، كلى، قرحه معده، كل ده بيسبب لها مشاكل كامله. ايه النصائح العامه اللي ممكن نوجهها برضو للمصريين وهم بيشتروا يعني اسماك؟ ممكن ناس تقرر انها ما تاكلش يعني رنجه وفسيخ وتبقى عايز تاكل اسماك عاديه، طبعا مع ان الثمن غالي برضو للاسماك حاليا، لكن يعني ايه الطريقه اللي ننقي بيها سمك برضو صالح وكويس بالنسبه لنا؟ سمك صحي يعني. اول حاجه طبعا المطلوب ان يكون السمك طازج. السمك طازج بيبان من عده اشياء، اولا بتبقى السمكه جسمها متماسك، لو انا ضغطت على السمكه بلاقي مكان الضغط بيرجع لوضعه الطبيعي تاني، يعني معنى كده ان فيها نسبه رطوبه كويسه. الخياشيم بتاعتها بتبقى لونها احمر زي ما احنا شفنا كده، احمر وردي. بلاقي القشور متماسكه تماسك جامد مع الجلد، ما بلاقيش فيه اي تسلخات او تجاعيد بالنسبه للجلد بتاع السمكه. العين نفسها بتبقى ترانسبيرنت يعني شفافه، القرنيه بتاعت العين بتبقى شفافه، ما فيش اي عتامه في العين. ده كله بيديني ايحاء ان السمك اللي موجود قدامي ده سمك صحي وحالته الصحيه جيده وسمك طازج. ده المفروض السمك اللي انا اشتريه، سواء كان انا هستهلكه مباشره او لو انا عايز اعمل منه مثلا اسماك مملحه ممكن اصنع منه اسماك. نصيحه اخيره بقى قبل ما يعني نختم حلقتنا للمشاهدين،
والله النصيحه الامتناع عن تناول الاسماك المملحه. صحيح، نرجو ان هي نصيحه تكون يعني تسمع حاجة. لكن ما حدش بيسمع بكل اسف. فنتمنى ان شاء الله اكله امنه وصحيه بقدر الامكان مع مراعاه الشروط والاشتراطات اللي حضرتك ذكرتها. يا ريت ان شاء الله. احنا بنشكر وجود حضرتك معانا دكتور خالد شوقي، استاذ صحه الاغذيه بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، نلقاكم على كل خير غدا ان شاء الله وحلقه اخرى ومجموعه جديده. الى اللقاء. هذا البرنامج برعايه